اهلا وسهلا بحلقه خاصه من شور سيشنز. اليوم رح نتناول طريقه تسجيل الايقاعات العرقيه. أنا جون مدني من مؤسسين أوديو أريك ستوديوز ببيروت. بحلقة اليوم رح نستضيف عازف الإيقاع العالمي خالد ياسين، ومع خالد رح نشوف طريقة تسجيل الإيقاعات العرقية منها الفريم درام، الطبلة والكاخون. المايكروفونز يلي رح نستعملهم اليوم هن BETA181، SM57، KSM44A والSM27، وسوا رح نشوف كيف رح نستعمل هالميكروفونات لتسجيل هالآلات. إذا حابين تعرفوا أكثر عن الميكروفونات، الروابط كلها موجودة بالتفاصيل. اسمي خالد ياسين، أنا عازف إيقاع. صار لي بعزف طريقة محترفة شي 19 سنة. بعزف آلات متنوعة، كاخون، طبلي، فريم درام، جيمبي، كونغاس، اتسترا. بعزف مع كتير مشاريع وكتير أنواع موسيقى، بلكي أبرزهم أنوار براهم كوارتت، طارق يمن تريو، ولخفة. وأكيد بعزف كساشن بلاير بالستوديو مع كتير مشاريع وكتير بروجيات متنوعة. التجربة كتير مهمة بالستوديو كانت مع ECM ريكورد مع البروديوسر مانفريد آيكر. خلتني كتير أفهم العلاقة بين الساوند سورس وبين how to capture it، وكيف تحافظ على كل التعبير وكل التفاصيل تكون موجودة بالكاركتر تبعها مثل ما هي ملعوبة. بهالحلقة من شور ساشنز رح نحكي عن ريكوردينج تكنيكس تبع ثلاث آلات: طبلة، فريم درام، والكاخون. الطبلة بالنسبة لإلي آلة حساسة كتير، لأنه بلشت أعزف من طفولتي، من عمر 7 سنين طبلة. تعلمت، خي علمني، كنا بالحي كلنا بنعزف، وبلشت بعزف طبلة من جلد طبيعي وفخار. وبالنسبة لي هلا بالستوديو هي الآلة الأكثر حساسة لناخذ منها الكاركتر والدفء من دون ما نخسر حضورها بالتسجيل. الآلة الثانية اللي حنحكي عنها هي فريم درام. بالنسبة لإلي هذه الآلة كمان كتير حساسة بالستوديو، من ناحية البوزيشنينج تبع الميكروفون، مسافاته، أي نوع ميكروفون، لحتى نقدر على طول نحافظ على التون اللي بيطلع منها اللي هو بميزها وبيعطيها خصائصها الصوتية من دون ما نخسر طبعا كل الفريكونسي رينج تبعها لأنه آلة واسعة. آخر آلة رح نحكي عنها هي الكاخون، اللي هي آلة حساسة demanding بالستوديو، لناخذ الفول رينج تبعها، كم مايكروفون نستعمل، وين منحطهم، شو علاقتهم ببعضهم، من كل مايكروفون شو عم ناخذ، لحتى نقدر عن جد نعطيها حقها للآلة وناخذ كل خصائصها الصوتية. على الطبلة عنا الـ KSM44A، حاطين الميكروفون بعيد عن الطبلة حوالي 80 سنتيمتر، والسبب كتير بسيط: داينامكس. كل ما بعدنا الميكروفون عن الطبلة حناخد الرينج، الفول رينج تبع الطبلة، الداينامكس الواطيين والداينامكس العانين، وبناخد الفول رينج تبع الفريكونسي سبيكتروم من اللو اند للهاي اند تبع الطبلة، يعني الفريكونسيات الواطية والفريكونسيات العالية. 80 سنتيمتر موجهة تقريبا على السنتر تبع الطبلة. على الفريم درام عم نستعمل الSM27 اللي هو لارج دايفرام كوندنسر مايكروفون. موجهين الميكروفون بعيد حوالي 80 سنتيمتر عن الفريم درام لحتى نتفادى اي لو انرجي زياده ما بدنا اياها بالساوند. حاطين الميكروفون بعيد شوي عن النص. وفي شغله كثير مهمه بالتسجيل عامه وخصوصي بآلات الايقاع: خذوا وقتكم بس تسجلوا الاله، نلقط الميكروفون وبنبرم حوالي الاله لحتى نلاقي النقطه المناسبه يلي نسمعها منيحه لنا. وانا لقيت انه هيدي النقطه هي احسن نقطه لتسجيل الالات الايقاعيه خصوصي بالموسيقى الشرقيه. على الكاخون من قدام حاطين SM57 دايناميك مايكروفون، غنى انه حدا يعرف عنه للSM57. حاطين الSM57 لسبب كتير بسيط: بدنا ريجكشن من كل شيء حواليه للمايكروفون من قدام،
وانا برايي هو الاسم 47 يستعمل كثير على السنير والفرونت تبع الكاخون شبيه للسنير كثير فافضل مايكروفون لناخذ الكاخون من قدام هو الاسم 57 على الكاخون من ورا عم نستعمل البتا 181 كارديوت باترن حاطين البتا بعيد عن الفتحة حوالي 25 سنتي بهالطريقة بنقدر ناخد الفول ريسبونس تبع الكاخون يعني كل اللو انرجي اللي بتطلع من الفتحة البتا 181 عم بياخدها هنسمع الفريم درام تمام كل شيء مطرح ما لازم يكون هيك الدوم شوية ريفيرب كل شيء واضح دومات تاك حتى نفسه طالع شكراً للمتابعة بتأمل نكون نلا أعجابكم واستفدتم من هالحلقة ومنحب نسمع منكم أكيد للتواصل معنا لحقوا اللينكس بالدسكريبشن نشوفكم